ازيكم يا جماعه؟ لغايه دلوقتي مش فاهم ايه سبب الاعتراض على ستيشن واجن. كنت عملت قبل كده السي 200 لو فاكرين الستيشن واجن، وقال لك لا دي بتبقى عربيات تحت الطلب والناس ما بتحبش شكلها ومش عارف ايه. حد يشرح لي ليه؟ يعني اولا بيبقوا تحت الطلب مش نفس الشكل خالص، بيبقوا اكبر واعلى واطول وحاجه مختلفه خالص. وحتى الهيرس بتاع بره يعني لو هتتكلموا بقى عليه بيبقى اعلى قوي وكبير وطويل، ويبقى عربيه ما تنفعش تكون في حجم كومباكت سيدان. وبره لما يعني نادرا ما هتشوف سيدان، هتشوف اكتر الستيشن واجن. النهارده معانا السكودا الاوكتافيا الاي 5 اللي مقلوبه في ار اس بموتور ويل هورس باور عند العجل الامامي 220 حصان، يعني بتاع 250 عند الموتور. تعالوا نجرب العربيه على الطريق ونشوف التسارع كمان، يلا بينا. بالنسبة لسعر العربية دي اوكتافيا A5 اللي هي الجيل الثاني 2006، وتمنها بتاع 260,000 واللي اتصرف عليها كتير جدا حوالي 200,000، فالاجمالي 460,000 تقريبا يمكن اكتر معرفش. الاوكتافيا A5 حد فيكم مش عارفها؟ اوكي، ودي بلاكت اوت وعندي الشبكة هنا عليها VRS حلوة شكلها حلو، وعندي فوج لايتس من هنا شكلها حلو العربية دي. اوكي تعالوا نشوف الموتور، واحده من التعديلات الكبيره. وفي حاجه مختلفه في الموتور ده برضو نقول لكم عليها. اولا عندي الدراع من هنا كالعاده. اوكي الموتور زي ما انتم شايفين ال 2000 سي سي الاف اس اي التي اف اس اي زي ما انتم شايفين، اللي بيولد في حاله العربيه دي لانه معمول له تيون خفيف وفي دروب ان فلتر 220 ويل هورس باور عند العجل الامامي. نقل الحركه هنا مش ديول كلتش، ده هنا 6 تورك كونفرتر، واكدت مع صاحب العربيه كذا مره لان انا بالنسبه لي مش فاهم ازاي، ولكن فعلا هو نقل الحركه هنا ما هواش ديول كلتش. يبقى اعتمادي اكتر لكن ممكن يفرق في الاداء شويه، لكن اوفرول نقل الحركه هنا 6 سرعات. العربيه عشان نتكلم على بقيه مواصفه، التعليق بتاع الامامي بتاعها ماك فيرسون، والخلفي برضو هنا زي كل السكوداز ما عدا الفي ار اس الحديثه، هنا تعليق متصل كاب توشن بيم للعجل الخلفي. نقفل. اوكي كده اتقفل. من الجنب صاحب العربيه عامل تغييرات كتيره جدا في العربيه، التغييرات بخلاف الموتور، الفرامل، التعليق، السوست كلها سوست رياضيه، وزي ما انتم شايفين العربيه وقت واخده ستانس اصغر يعني اوطى بكتير، والجنط حلو 235/40 19 بوصه افترا، وبس هو مالي العجل حلو، فده جزء من الحاجات اللي مخليه منظر العربيه حلو ان الجنط مالي الحته بتاعته، التجويف بتاعه حلو جدا. وزي ما انتم شايفين هي ستيشن واجن كبيره، والسكودا اصلا الجيل ده كانت طولها اكتر من 4.5 متر، قاعده العجلات اكتر من 2.5 متر، وزن العربيه بتاع طن 300، ولكن بالتعديلات مش متاكد قوي، بالذات ان الكاوتش ده اكبر واعرض. ولكن تعالوا نبص بسرعه كده، تاخدوا لفه سريعه. طبعا كلنا برضو عارفين الجيل ده كويس جدا. بصوا على العربيه من جوه، نظيفه جدا، صاحب العربيه محافظ عليها جدا، من التابلو للفرش كمان بتاع العربيه كلها نظيفه قوي، محافظ عليها قوي ونظيفه، يعني دي احلى حاجه فيها. نفس الحكايه بالنسبه لورا، كنا استعرضنا قبل كده A5 فمش هنعيدها تاني. برضو عندي فتحات تكييف، والعربية ضخمة جدا من ورا، والحالة بريميوم يعني الصراحة ما فيش حاجة تانية تتقال. طبعا زائد الحاجة اللي كسبانة معانا في العربية ايه اللي بتفرق عن اي عربية، ثواني يا جماعة، ايوه، ان دي ليفت باك، وطبعا الشنطة مهولة مهولة بحر، دي مش شنطة ده بحر، وكمان تنزل الكراسي تتقلب ايه. وعندي طبعا هنا كمان مساحة تخزين، لكن شنطة كبيرة جدا. من الظهر زي ما انتم شايفين برضو عامل بلاكينج اوت للفوانيس، وعندي في ار اس، هي سليبر، هي المفروض تبقى سليبر، والتبس الاكروبوفيتش في كده مش عارف ده مامل بس بيعملوش حاجة، منظرهم حلو لكن ما بيعملوش اي حاجة اكتر من كده. تعالوا نجرب العربية على الطريق ونشوف ادائها عامل ايه، يلا بينا. ازيكم يا جماعه؟ حازم وخولي ورا قاعد، لما هتتكلم هتزعق بقى خولي عشان نستفيد. غريبه قوي انها مش ديول كلتش، يعني هي الموتور اتباع لك بنقل الحركه التورك كونفرتر اصلا بيتباعوا مع بعض. هو بالظبط هي كانت هي السيستم كله كامل يعني. بس زي ما قلت لك، بس هي فكره الافيلابيلتي والبرايس وكده حاجات من دي يعني. طبعا انا فاهم فكره اللي هو ده اعتمادي اكتر بكتير وبيستحمل اكتر، بس تاني طبعا رياضي اكتر بكتير، بيستحمل تورك اعلى بكتير.
يتعمل له تيوننج، ده مالوش سوفت وير. طيب واحده برضه عشان تبقوا عارفين ان العربيه حاليا زي ما قلنا 220 ويل هورس باور و200 يعني تقريبا 250 بريك و280 نيوتن. مظبوط. اوكي. والشكمان طبعا انت عامل فيه ستريت بايب انا سامع. لا لا هو داون بايب. داون بايب والاكزوست نفسه او العلبه اللي ورا عامل فيها حاجه. اه حاطط طبعا علبه البيئه خالص وحاطط علبه ثانيه، ده اللي هي مطلع الصوت ده. بس هو وهي زي ما قلت لك بس اس 2 في كراكلز كده على ار بي ام عالي شويه، على أوكي. 4 ار بي ام. استنى نجرب 4 ار بي ام. اه بتجري حلو العربيه، خلي بالك برضه الشاسيه بتاعها اصلا تقيل جدا. اه يعني. هي عربيه بطه شويه. هي مشهوره ان هي يعني هي 1600 اصلا ما كانش في حاجه خالص خالص، ما كانتش كانت تمشي بيها توديك وتجيبك بس. اه ما استناش منها اكتر من كده. اه بس السسبنشن تغيير التعليق باين قوي طبعا. هي اصلا في العادي يعني عايز اقول لك العربيه دي ديلي يوز جدا. وهي بجد اكتر حاجه حلوه فيها غير ان هي بتجري وان هي باورفل شويه او ان هي فايقه ان هي ديورابل قوي، يعني هي انا بمشي فيها اماكن كتير ما يتمشيش فيها عربيات زي دي. صح. او الناس اللي معدله ما بتمشيش الارض عالي مش واطيه، مش اللي هو مش ما فيهاش سسبنشن مخليها واطيه قوي لدرجه ان هي تحك في كل مطب وكل بلاعه فيها مشكله وكده. بس هو الكاوتش 19 ده 19. محتاج معامله برضه. هو محتاج معامله فظيعه. انا اصلا انا نفسي احط 18، بس البوينت ان اللي كان الجونت ده عشان انا كان عاجبني ما كنتش لاقي منه اوريجينال، كان كل موجود صيني او حاجات انا مش ضامنها يعني. اوكي. وكمان ما بتبقاش رخيصه، فانا كده ممكن يعني دبس في حاجه وكمان كواليتي بتاعتها مش كويسه. صح. فقلت خلاص 19، بس انا اكتر حاجه نفسي اعملها غير طبعا الفيس. بس لا اقول لك حاجه، صراحه هو مالي الفجوه بتاعته. هو مالي الفجوه. الفجوه حلو جدا يعني، ده واحده من مديها مديها لوك. اه بالظبط. بس طبعا هو نفسه متقل ال طبعا. عايز اقول لك على الداينو نفسه كان اللي وانا بعمل تيوننج المهندسين اللي هناك قالوا لي العربيه دي ممكن تطلع اكتر شويه، لان الداينو عمال يمسك فيها، عمال تفهم فكره ان هو عمال ايه، كل ما الباور بيعلى هو عمال يريزست الحركه وماسك العجل كويس. ارقامها ممكن تبقى احسن، هي نفسها ممكن تبقى اخفف لو جنط نزل شويه. ما ده اللي احنا ده اللي انا يا جماعه بتعب منه، اللي بيسموه الانسبرانج ويت، اي حاجه تحت نظام التعليق بتفرق جدا. الكاوتش والجنط بيفرقوا جدا، عشان كده النهارده بيعملوا بقى فورجد الومنيوم وكاربون فايبر. فايبر عشان تبقى لايت ويت، وزن خفيف جدا عشان بالزبط. كمان لما بيلف السنتريفيجال فورس القوه الطارده المركزيه اوكي بتزود وزن الجنط فعليا اوكي، في حاجه بتلف مثلا كده. فانت كل ما جبت جنط خفيف وكاوتش ويبقى خفيف او نوعا ما اهدى شويه هيبقى هي طبعا ستيبل جدا وجميله جدا وكل حاجه. بص هي انا مستغرب، هو تعليقها طبعا انشف شويه وبترتد اكتر مفيش شك، لكن برضو وفيها حكه خفيفه برضو لو اتهورت شويه في المطبات يعني على التسارع، لكن برضو ما هياش متعبه يعني انا اقدر اعيش بيها، مش اللي هي بتدبدب وهتفضل. لا خالص خالص. فانا بالنسبه لي ناقصك شاشه هنا وتبقى العربيه بالنسبه لي ديلي يوز سريعه وفيها مساحه تخزين رهيبه والكنبه ورا كبيره جدا. بالظبط. انا اي وقت عايز معايا ناس او كده او حد من اهلي او كده او صحابي مفيش مشكله. عايز احط شنط او اسافر بيها او اعمل كده. ما بتقولش لا الكلام ده كله. هو نايل الحركه طبعا هيحدها شويه. هو هو طبعا رخم جدا في فكره ان هو مش بتاع يعني اداء فظيع، ما تستناش منه حاجات رهيبه. بس طبعا هو بس صوت الموتور حلو جدا والشكمان رهيب، عامل شغل جامد قوي. حلو صوت النهارده بكره. حلو قوي وثابته طبعا جدا. وكاوتشك حالته كويسه كمان. هو جديد برضه، وانا والله يعني بحاول دايما قدر الامكان زي ما انت قلت ان انا عامله بطريقه حنينه شويه. طبعا في نقر بتتاخد وبلعات بس ستيل بحاول دايما احفظ الطرق فاهم، عشان خلاص بجد ايام ما كنت استشارات طبعا ما كنتش هممني الحوار ده، مش اي مشاكل اصلا كان عجل قد كده اصلا لكن ال 19 ده حالته خاصه كده. الشكمان عندك بيزعق تزعيقه حلوه. أيوة. عجباني. بس هي العربيه بتاندر ستير برضه اكيد طبعا. رهيبه هي العربيه دي، محتاجه دي كيو 500 اللي هو الدي اس جي 7 سرعات ده مثلا، او اي دي اس جي عامه 6 سرعات مش مشكله، احسن يبقى احسن من ده. وطبعا يعني الابجريد الديفرنشال الذكي الامامي بتاعهم بالزبط. اللي بينزل في الجولفات بيحسن قوي العربيه دي. فهي دي اكتر حاجتين طبعا هي محتاجاهم. بس تعليقها ظابط، انا عاجبني، لا هو حد بزياده ولا بالزبط. هو مؤلم وفي نفس الوقت منشف العربيه اللي هي اصلا فاميلي كار مضبوطه خالص في نفسها، مش بتاعت اي اداء خالص. حركات.
لكن عجباني جدا. انا بقول المية في 8 ثواني وشويه. انا ده اللي انا متوقعه. ده اللي انت متوقعه بجد؟ انا سبب الفتيس طبعا للاسف والله يعني. لا لا هتستغرب ممكن طبعاً. بس انت مفضي لي الشنطه مش عايز. انا مفضي الشنطه خالص. انا هو بس الايثانول وال خدوا بالكم. انت حاطط كام في المية؟ 5. حاطط حوالي 5%. تجري حلو، الصوت حلو قوي. ايه كمان طبعا بقى مع التراكشن اوف ومع السبورت مود طبعا حاجه ثانيه يعني. ما احنا حاططها في سبورت مود بس مش لازم اطفي التراكشن عشان ما تفركش على الفاضي وتضيع وقت. تعالوا نجرب التسارع ونشوف. يلا بينا. طيب تعالوا نعمل تجربه التسارع، حطها في المود الرياضيه على طول. اوكي مفيش اي حاجه تتعمل، تور كونفرتر، مفيش لونش كنترول. هجربها مره باي اس بي ومره من غير اي اس بي. هناخد الطلعه دي من غير اي اس بي ونشوف. واقفل الازاز، انا قافل التكييف وهفطس عادي يعني خلاص. الصوت حلو جدا. 7.32. ربع ميل كويس كمان، 15 ثانية. لذيذة لذيذة قوي. لما تفكروا فيها عربية عملية، انا بسوق طبعا الستيشن واجن على طول، عملية جدا، اثبت بكتير من الاس يو في المكافأة ليها. وفي حالة العربية دي متعدلة حلو وبتجري حلو، ايه الغلط في كده؟ اخر مرة، هل هحسن ولا لا؟ وهخلي الثبات لانه ما بيفرقش. فركت برضو عشان زودت البوست. 7.34 احسن واحده كانت 32. تجري حلو تمام العربيه دي، تمام يعني. الجير بوكس ده النسب بتاعته في الاخر مش زي الديور كلتش، فالديور كلتش في الاخر ممكن تلاقي الفي ماكس السرعه القصوى بتاعت العربيه اعلى، ولكن تور كونفرتر اعتمادي بقى، مفيش مشاكل خالص، ولا تقول لي الكلتش ضرب ولا مفيش، والذ واعتمادي ومشاكله اقل. اكيد الكومبينيشن ده لذيذ جدا. الجماعه كانوا مستنيين يعرفوا النتيجه بالظبط زي الثانويه العامه. النتيجه لم ينجح احد. بس قفل ليه بس كده؟ انت كنت بتقول، كنا بنقول 8 ثواني تقريب. 8 ثواني ونص مثلا. وانت ما ايه رايك في الموضوع؟ يعني متوقع 9 ثواني. 9 كمان؟ لا انتوا توقعاتكم كلها غلط الصراحه. عملت ايه؟ 7.32. 7.3 من 10. البوست بيطلع يعني، البوست بيبان قوي عند الاربعه. ايوه بتفتح هو البوست عامه على الارقام برضو وقت التيوننج والسوفت وير وكده. كان وانا شايف كان الستوك كان حوالي البوست حوالي 0.7 حاجه زي كده. دلوقتي بقى 1.3 بالظبط. 35 بالظبط. 1.35 فعلا. انا حاسس ان هو نير دبل البوست بالظبط. برافو، التيون حلو جدا والعربيه فايقه جدا. التورك كونفرتر ده النقلات الاخيره بتاعتها نفسها اقصر يعني بالزبط. مش هتجيب الفي ماك زي الديور كلتش مظبوط. ولكن هتوصل للسرعه القصوى بتاع تقفيل العداد يعني بسرعه. هي فوق بتقف هي والدي اس جي عادي بس فكره ان هو طبعا هي السرعه القصوى بتاعت العربيه دي محدوده بالنسب بتاعت الجير بوكس. أيوة ده أيوة. لكن التورك كونفرتر حلو جدا، وكنت قافل مره الثبات وفاتح الثبات. 7.32 7.34 عكس الاتجاه ما كانتش كويسه قوي، بس 32 و34 بالنسبه لي نتيجتين هايلين يعني. 7 ثواني و3 من 10 ده رقم انا كنت فاكر 8.5 عشان الستيشن واجن اتقل شويه. هي تقريبا نفس الطول قاعده العجلات هي بس هي اتقل شويه مزبوط. فانا بالنسبه لي اوكي، بخلاف بقى كل العقد اللي عندنا يقول لك اصل دي عربيه مش عارف ايه ليه كده، بس احنا ما بنحب. يا جماعه بجد انتوا مش فاهمين مدى واقعيه العربيات دي واستخدامها اليومي عامل ايه. يعني كل عليك انت تعمله تغير الشاشه، تحط لنا شاشه اندرويد وفيها ابل كار بلاي وشكرا، العربيه هتنور وتقول بابا وماما. حامله ركاب وبتشيل يعني لاجج عزال كبير جدا، سريعه جدا لما تحب، والديور ما فيهاش ديور كلتش فاعتماديه جدا. عايز ايه تاني من الدنيا؟ واللي انت عامله روش فيها، يمكن ال 19ات دول بيحكوا شويه، 18ات ممكن تخلي الليله ألذ شويه، بس اوفرول عربيه عجبتني جدا. وبرافو على كل اللي انتوا عاملينه. العربيه نجحت في الثانويه عامه الحمد لله الحمد لله. ودخلت التقدير ده يجيب لها ما اعرفش، التقدير ده ما اعرفش. طب بقى هندسه 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 تعالوا عندنا عند
لو عجبكم الكلام ده اشكروا الجماعه جدا ان هم جونا في الحر، ولكن تجربه لذيذه جدا وعربيه عجباني جدا، وكفايه عقد بقى، يلا سلام.